إطار الرفض المشروع من قبل الإعلاميين المؤيدين للعمل الذي قام به الدكتور الخطاب إنجا حفظه الله والمجلس الجهوي السابق كل باسمه. كسؤال يطرحه جريدة كواليس الداخلة ونصورهم ونناقشوهم، ثم أصحاب الكواليس أو صاحب جريدة الكواليس أنا نعرفك وكمول قانوني عاقب على المثل كنت ذكرك بالاسم يعني نعرفك وتلقى معك. بنسولك سؤال، واش ذا الكلام النابي اللي كتقول على الرئيس وتقول لنا نحن، واش كيقولوا لك شي حد ثاني ولا هي قناعة من عندك أنك هتسبقت والشتم اللي كتشتم فينا وتشتم في الدكتور الخطأ في الجاء أنت كتسبق الساكنة كاملة لأن الساكنة اختلط الراجل أنت ما تتسبقها تسب الساكنة. أما فيما يخص أنك تقول سيذهب للوديب وتعود الطيور المهاجرة للوديب نفهم أنت تعرف أن المغرب واحد الوقت كان لنهر السنغال وكتعرف هذا اللي كتقول تجيس الوديب أنك ابتدك يخدم معه هو ولد عمه هو ولد جد واحد لكن لاش نذكره إذن ثم هذا الخطاط البك الحسابات ديالكم وحزب الاستقلال البك الحسابات ديالكم والبك المخططات ديالكم رغم كي ديالكم ورغم الدعاية الكاذبة ديالكم. يا مس خرجتوا واحد ليست قلتوا هادو المستفيدات او المستفيدين من الخلاص الذي تمنحه الجهة، يعني انتم راه كتعطونا حنا الدعاية وتعطوا الخطاط دعاية فعلا خطاط عطا انتم راه هاد الشخص صاحبكم اللي كيرسلكم واللي هو قابل ان تقدم راه الا تقدم في الخطاط لا تخدم حتى داك الشخص اللي انت هذاك ولد عمو راه قريب منه إلى عبد الخطأ جاي من وديبه حتى ثاني راه جاي من وديبه من ولاد العم، يعني انت هكا لانك انت مانك مهم انت غيعدلو كي البوينتا ديال الكار تم ينفقو فيه كينفقو فيه يسالونا كيزربو هما ولاد العم راهم لا يرجعو بيناتهم. هذه منافسة انتخاباتية كتحترم فيها كل شخص كلا يعطي البرنامج اللي قلتها في السابق انت بعد ما جيت تقلب الخطاط الدبل الالكتروني والمسائل اعطونا برنامج ديالكم اعطونا برنامج عبادنا قلتم الى حد السنة عندكم برنامج برنامجكم هو الخطاط والناس اللي ماشيين بالخطاط. اذن من خلال هذه المسائل هذه انتم كتعرفوا ان الساكنة شهدت دخلوا كواليس جهة الداخلة والذهب ما هي كواليس الداخلة كواليس جهة الداخلة ودبلي انا والرئيس ديالي وشوفوا اراء الناس وشوفوا المسائل اللي الخطاط او حزب الخطاط. ومن هذا المنبر كان نهني الشباب بجهة الداخلة والذهب المنتمين لحزب الاستقلال على النتائج الباهرة التي حققوها واللي كانت عندنا الحمد لله الغالبية 11 مقعد من اصل المقاعد الاخرى، يعني الغالبية عند حزب الاستقلال ما كانت تصرف الكذب للناس والحقيقة حزب الاستقلال هو اللي كانت الغالبية وله تشوفوا ان شاء الله هم اللي الاستحقاق الجاي اش لا يعدلكم حزب الاستقلال. حزب الاستقلال اليوم ليس هو حزب الاستقلال امس، غادي نعطيها لكم حزب الاستقلال اليوم هي نخبة من الشباب الواعي والمثقف. انا ما نقصد في حد من المنافسة، انا مرق صديقك او صاحبك او مولاك يقول احنا ما نعطو شيء احنا فعلا انتم ما تعطو شيء. ومن هذا المنبر نكذب المبلغ المالي اللي كان عنه كيتقاضاو الصحراوي بجهه الداخله والدار ديال سبع هذا راه كذب وبوتان يقدو يتقاضاو الحاشيه ديالو فعلا انا ما كنتقاضاو شيء وانا ما كنتقاضى شيء انا ما نتقاضى شيء. هذه المبالغ اللي يقولوا نتقاضاو هي كذب وبوتان لان نحن الحمد لله قانعين باللي عملنا وهذا الكذب اللي قال في الاتحاد الاوروبي ان احنا كنتقاضاو سبع هذا هذاك الشيء كامل كذب يعني كذا يقول لك الحقيقة ثبتها لنا. وبالتالي ملي تبغوا تمرقوا بشي حاجة إعلامية ردوا روسكم إلا شوية من الماء ديال الواد اللي قاعدين كتسبونا وتقتلوا حنا ما سبوا حد أنا كنعطيكم على أرض الواقع. الانتخابات الجاية ديال الشتاء بيتنا عاطيكم حزب الخطاط شنو هو الإعلاميين ديال الخطاط شنو هو حنا إعلاميين ديال الخطاط عندنا ثم جعلتنا هذه من فرحانين والحمد لله وواعيين والحمد لله عارفين شنو نقول
لانه هو ثبت اللي ما ثبتوتهم. كما كتعرفوا ان الخطاطين او الحزب ديال الخطاط او غالبيه حزب الخطاط كما كتقولوا خلص الارامل والمطلقات والمعوزين والشباب العاطل على العمل. اذا نشوفوا المساله ديال الشباب العاطل. الشباب العاطل عطاهم الخطاط وعطاهم، ولكن انتوما كتعقلوا المسائل. عقلتوا لازم انتوما هاد 5 سنوات فاتت الا العرقله. بالله عليكم واش الداخل هذه هي الصوره الحقيقيه اللي خاصتكم عليها؟ قولوا بالله عليكم من الداخل هذه هي الصوره الحقيقيه اللي خاصتكم عليها. اذا ندعو الشباب جهات الداخل والذهاب للتصويت بكثافه ويختاروا من هو اهلهم واللي كان معهم في ازمات ويحافظوا على المكتسبات. نقولها مره اخرى ونفذوا التعليمات الملكيه الساميه ان اي مواطن منتخب فاسد لا تقبل منه شكايه. هذا كذا صح كلام اختاروا من يمثلكم وبعدين يخطب بكم في مسلمات ثانيه. لان ما لاحظته الى حد الان كل الدعايات ديال غالبيه الاحزاب ما فيها حتى شي برنامج. ما كاين حتى شي برنامج. دعايه هو يخطو في الخطاط نصور يوصل، يعني ما عندهم برنامج. هما اللي كيتنقل من حزب لحزب هذا كاع ما عنده كاع مبدا. وشوفوا المستوى الثقافي ديال المترشحين ديالكم، خاصهم يمرقوا لنا باللقاءات صح. حنا على تم الاستعداد للقاء بهم. يلا يستدعون عندهم تليفوناتنا ويقعدوا معنا نديروا معهم لقاءات صحفيه، نديروا عن بعد، نديروا باللي يبغوا هما، نديروا معهم لقاءات صحفيه، يعطونا البرامج ديالهم، يتكلموا على برامج ديالهم. اول مساله اللي كنلح عليها انا مع المنتخبين هذو اللي غيمثلوا الاستعداد المحلي هو المستوى الثقافي ديالهم. ركزوا ايها المواطنات والمواطنين على المستوى الثقافي ديال كل مترشح. فاللي ما عنده مستوى ثقافي راه ما كاينلاش. كيفاش لي مرر القانون في البرلمان وهو ما عنده حتى مستوى ثقافي؟ كيفاش لي يفهم؟ بمعنى عولوا على الشباب المثقفين الواعي اللي غيسير الشان ديالكم المحلي والجهوي على المنابر المحليه او الجهويه والوطنيه. والى فيديو ثاني ان شاء الله. استودعكم الله، كان معكم الاعلامي ودرس المعماري.